أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم رئيس الحكومة تمام سلام العائد من القاهرة يعاود اتصالاته لبلورة مناخات المناسبة من أجل تأمين عقد جلسة مجلس الوزراء. الأجواء حتى الآن تشير إلى إعطاء مجال رمضاني للاتصالات، وهو ما يمكن استنتاجه بعد لقاء الأربعاء في عين التيني، حيث أشار عدد من النواب إلى أن شهر رمضان الكريم الذي بدأ اليوم سيكون مجالا لتثمير الاتصالات، ولا سيما منها عبر الرئيس نبيه بري والرئيس سلام، إضافة إلى اتصالات النائب جنبلاط لكسر أزمات التعطيل. وأما الانتخاب الرئاسي فقد شدد عليه مرة جديدة سينودس الموارنة والبطريرك الراعي. في الغضون العد العكسي في اتجاه نهاية حزيران الموعد المضروب لإنجاز الاتفاق النووي بين إيران والدول الست، بدأ بالتوازي بين المفاوضات النووية في فيينا ومؤتمر جنيف اليمني ومحادثات لوزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في موسكو وتواتر المعارك وتشعبها في سوريا والتي ترخي بثقلها وإفرازاتها على واقع أهل المنطقة ومكوناتها وآخر تأثيراتها على أبناء السويدة وجبل السماق في سوريا. ولقد زار النائب جنبلاط الأردن وتناول المسألة مع الملك عبدالله الثاني وصدر بيان يؤكد عمق العلاقة بين الأردن والطائفة الدرزية الكريمة وكذلك متانة العلاقة الأردنية اللبنانية. ميدانيا معارك القلمون السوري مستمرة، فيما الجيش اللبناني يتولى مهمات درء المسلحين في الجهة الشرقية اللبنانية الحدودية. معنا مباشرة المحامي جان حواط الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني رح نفوت بهالمواضيع، ولكن بدنا نقول مبروك للبنان ولكم. الشارع باسم ريمو قدي من بلدية بيروت طبعا بمنطقة وسط العاصمة. يعني كان في امبارح اليوم لفتي للعميد قدي اللي رح نحكي عنه بهالحلقة كمان. الله يخليك. أنا بدي أبدأ كلامي بالتهنئة للبنانيين، لكافة اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وأرجو أن يكون شهر تضحية، هذا شهر رمضان هو شهر التضحية، أن يكون متسعا للتوبة أيضا، وأن يقوم اللبنانيون بجمع الرأي وتوحيد الخطوة لإنقاذ لبنان. هذا الشهر إن شاء الله بيقدم لنا هالتضحية وهالنجاح. يعني كان العميد قدي آمن بالمسار الدستوري والقانوني حتى عندما يعني قال الرئيس شهاب أنه كيف ممكن تنزل على الشارع وقت كان وزير داخلية وأنك تنفذ أمر، حتى فات على بيت التكبير وقتها وتفاجأ فيه اللي مطلوب انه وزير الداخلية موجود. رجع انساق الى يعني الى القضاء والحكم وصدر. يعني عندما يكون وقت هدد بالاستئاذة العميد قدي من الحكومة اذا ما تنفذ القانون، برأيك اين نحن من تنفيذ النظام والقانون بالوقت كمان ربما عندما قال وزير الدفاع معلوف بسنة السبعين نصر معلوف انه تجاه الامر اللي صاير بلبنان بدنا كل الناس تحمل سلاح، انه بكره رح يرتد سلاح على الزعماء وعلى كل الناس السياسيين وتخترق جنودكم. صحيح. شوف سجلاء، انا ما بدي غالي تقول انه ايام هالهامات اللي كانت تعمل من اجل لبنان ومؤمنين بدولة لبنان، ريمو قدي في ايام الرئيس فؤاد شهاب الذي كان لبنانيا بامتياز، رئيس شهاب نحن نعرف انه كان بالصف اللي قباله كما قدي، ولكن كان يحكي ولكن الحق يقال انه الرئيس شهاب كان رجل لبناني بامتياز وكان ما يتوانى عن اي تضحيه من اجل لبنان. ريمو قدي من هالطراز اذا لم اقول انه بلش قبل وانتهى بعد، ريمو قدي من هالطراز اللي ضحى كثير من اجل بلاده وما كان يعتبر هالامر تضحيه، كان يعتبره واجب. نعم، عم نحكي هالموضوع في السياق الدولي. نعم، نحن اليوم عندنا انتخاب رئاسة. نعم، يعني سنه وشهرين او سنه وشهر ما في انتخاب. يعني هل معضله هي؟ طبعا نحن نعرف في تاثيرات خارجيه اليوم هل انعدمت لغه كلام الدستور والقانون؟ انا كان بدي تابع تقلك. نعم، انه هالرجالات كانوا مؤمنين ببلادهم والانتخاب رئيس الجمهورية كان شأن طبيعي، تحل
يحل الاستحقاق الانتخابي الدستوري، كان ينزل على مجلس النواب دون اي عائق ودون اي مقابل، خلينا نقول مقابل، يمكن في سياسي كانت يمتهنوها فيما بينهم ويتحزبوا تنتخبوا فلان ام فلان، ولكن كانوا حريصين على كرامه البلد وعلى احترام الدستور واحترام المواعيد الدستوريه. بس كانوا يقولوا انه بس كان في رجالات من اهل الامر. هلا قبل ما اوصل لادوات اللي عم تعطل، بدي اقول انه كاننا اليوم بهالمناخ العام بهالبيئه العامه تسرب الى اذهان كل اللبنانيين انه منهمش احرار بانتخاب رئيس جمهوريه بلاده. طيب قبل كانوا احرار؟ ايه طبعا. ما كان في قيادات حره. نعم. اليوم اسمح لي ما بدي سمي، بس انا قناعتي بتقول انه القيادات في هالبلد منا حره تنتخب رئيس جمهوريه. طيب هل الحريه واللي عنده كلام يناقض هذا الراي خليه يرمي. إذا في كلام يناقض هذا الرأي، إذا في أحرار بهالبلد بدهم ينتخبوا رئيس جمهورية، طبعاً في فريق عم ينزل على مجلس النواب. في فريق عم ينزل على مجلس النواب، بس في فريق آخر مش حر ينتخب رئيس جمهورية. طيب هل الحرية نسبية؟ بالعامة عم يتعطى انتخاب رئيس جمهورية. طيب الحرية نسبية، يعني يقال إنه حتى كل الرؤساء اللي ما كان عندهم كتل نيابية واللي ما قبل ما يكونوا رؤساء وكذا كان في تأثيرات خارجية، يعني كيف بدها تكون حرية وتأثيرات خارجية؟ لا ما لا شيء، بس ما كان في تأثيرات خارجية يوم الأيام تقدر تأثر على كتلة نيابية أو على نائب وتقول له ما تنزل على مجلس النواب، ما كانت تتعطل وما تنتخب رئيس جمهورية، لأنه انتخاب رئيس جمهورية برأي كل نائب وكل كتلة نيابية في الماضي كان هذا الواجب الدستوري. هلا التحزب كان يتم في الخارج، هاي التأثيرات كانت تشتغل في الخارج. هل عم بتفوت التأثيرات إلى قلب المجلس وتعطل النصار وتمنع انتخاب رئيس جمهورية؟ طيب إذا أحداث أو تطورات 58، يعني من بعد من 43 إلى 58 في 13 سنة، نعم، أو 15 سنة، إذا أحداث 53 ما قدرت عطلت الانتخاب ورجعوا صار في تسوي صار في انتخاب والسياق الدستوري حوفز عليه، نعم. طيب وحتى بال 75 بالحرب، حتى يعني اتفاق القاهره اللي كان هو محور مشاكل وجدل رجع صار في انتخاب بال 70 نعم، وبال 75 يعني بال 76 اتفقوا على الرئيس قبله بست شهور، عملوا انتخابات وانتخبوا، نعم. كان في اهداف وقتها انه ما يكون في رئيس اما يكون في اصلاحات. اليوم شو الهدف من عدم انتخاب رئيس للجمهوريه؟ هل كمان تغيير النظام؟ سيدي هلا ما فينا يمكن نفوت الى اذهان كل الناس في هذا الشان، لانه مش فريق واحد اللي معطل هالحاله، يمكن عده فرقاء متعاونين للتعطيل، كل مين له سببه، كل مين له سببه. ولكن الشيء اللي رشح انه في يمكن مجلس تاسيسي ما انحكى فيه كثير حتى لا يكشف عن كل الغيات وكل المرامي، ولكن التعطيل المستمر يجعلنا نعتقد ونؤمن ونثق بأن اللبنانيين أباش أحرار في انتخاب رئيس جمهوريتهم. طيب اليوم وقت بيكون في يعني اتجاه مثلا أن وقت الدوحة انتخب، عمل الدوحة انتخب رئيس، اليوم لا ينتخب رئيس. طيب حتى تعطل الواحد بعض الحكم على النيات أنه ممكن يكون في أنه يا أخي بدنا نغير هالنظام بشكل أو بآخر، منغير طريقة عمل الدولة، ما منتخب رئيس، لما بتلحقوا الناس على دارهم وتقولوا انه طيب يا اخي اذا العماد عون او عدم وجود، يعني عم بيقول الشيخ نعيم قاسم او العماد عون او ما بقى في انتخابات، لما بتروحوا على الاخر انه يا اخي تفضل نحن منتخب العماد عون مثلا، يعني هذه فكرة مطروحة انه اذا في خوف من انه تغيير النظام او تغيير الرئاسي او هذا انه منتخب العماد عون احسن ما يكون في فراغ بالرئاسي. يعني انا بقول انه هاي الدعوه للتخلي عن كل شيء شان ديمقراطي بهالبلد، يعني انه فريق بيفرض الراي والثاني يزعن وكانه نحن
في المجال الذي عرض على سليمان الحكيم انه بنقسمه شقفتين. اجت الام الحقيقيه قالت لا يا اخي ما تقسموا خذوا تاخذوا الام الصوريه. نعم. الام اللي افتعلت. نعم. نفسها وجعلت نفسها. نعم. ام خفت على قالت لا نحن تجاوزنا يمكن هالعصر هذا العصر عصر الامثولات البدائيه ما كان في شرائع ولو انها حكمه كبيره هيك ولكن تجاوزناه هذا العصر ما بقى يجوز ان يكون في ببلد له 100 سنه مؤسس وله كدوله نعم وله من سنه 43 لليوم 60 سنه 60 62 63 سنه مستقل ديمقراطي برلماني له دستور قيل مش قيل بالواقع هو اول الدساتير المكتوبه في هذا الشرق في هذا المتوسط اول دستور مكتوب صوت وكتب عنه سنة 1926 نعم يعني قبل هالدستور ما في دساتير بهذا الشرق العربي كله كان في دستور المملكة المصرية ولكن هذا كان دستور شفوي دستور تقاليد بس كان في دستور بمملكة دستور في الجمهورية هو الأول في الجمهورية اللبنانية في هذا الشرق ما كان في ولا دستور قبله لا بسوريا ولا بالأردن ولا بباقي الدول العربية طبعا بالمملكات والإمارات يمكن في دساتير من نوع آخر هذا الدستور الأول من بعد 70 سنة بدأ عن نحكي أنا وياك أنه هل يجب التخلي عنه وتنعمل غيره من الاسترضاءات والتسويات وكذا ونشوف أش بيركب معنا دستور جديد أنا مشكلة يعني دستور جاي من كلمة دست أصلا فارسي أصلا هندي يعني المهم أنه من القانون نعم. اليوم هل يمكن أن نكون أمام سياق آخر من الحكم في هذه المنطقة أنه اليوم التطورات الميدانية المحيطة فينا وقوة بعض الأحزاب الموجودة بلبنان هل تنذر بأنه لح يكون في سياق دستوري فقهي ديني يعني هو أو عقائدي ديني يعني هل نحن صرنا بهالمجال هيدا ما فينا بقى نعيش بهالمنطقة وبهالبلاد بالحزورة يعني يجب أن أحذر كيف أشك عن تفكر وأنت تحاول تحذر شو برأيي وشو فكري بس في وقاعة ميدانية نحن خلينا وهذا الكلام يمكن قال من غيرنا ونحن قلناه عدة مرات أنه اللبنانيين مدعوين إلى الصراحة إلى الثقة إلى احترام نفسهم واحترام بلادهم واحترام واقعهم ومستقبل أولادهم مطلوب منهم الصراحة يقعدوا على طاولة مستديرة ويحكوا بالصراحة والحقيقة ويتفقوا على أمر إدارة بلادهم وضمان حياتهم ومستقبلهم وحياة أولادهم إذا بدنا نضل هيك كل واحد ساحب بزاوية وكل واحد بوشوش مع آخر دون أي حقيقة ودون أي مسؤولية هذا البلد متهاوي هذا البلد إذا ندرس درجات سقوطه من سنة 43 لليوم مش حزورة أبدا بتأخذ من 43 لليوم بتشوف الأحداث اللي بلشت معنا الاستقلال من سنة 47 و48 وسنة 58 وسنة 73 إلى آخره إلى آخره بتشوف أنه هذا البلد من 43 اليوم صار نازل 50 درجة وبعد فيه يمكن شي درجة ثانية نعم بس أستاذ يعني أستاذ جان حواط يعني عم تحكي عن الصراحة قعدوا على الطاولة من حوار طاولة الرئيس بري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وحتى وصلوا اتفقوا على إعلان بعبدة ولو انه كلاميا او غير كلاميا ولكن اعلان بعبده يحيد لبنان طيب اذا قعدوا ووصلوا على اعلان بعبده والبعض يعني او في فريق لانه يعني منه ماشي فيه اليوم الصراحه الا تقضي بانه يقعدوا على طاوله تاني ويقولوا يا اخي شو المؤتمر اللي بدكم اياه شو الجدول العمل اللي بدكم اياه بدون ما يسموه تاسيسي هذا يعني. المطلوب طيب ما هذا المطلوب تقول لك شغله في حوارات جانبيه يعني اعلان بعبده مش اتفاق شفوي ألين بعبدة حسب معلوماتي أنه اتفاق خطي وموقع بنهاية
بنهايه الاجتماع تقع 16 وصدر 16 بند وصدر هذا الاعلان صدر وابلغ للامم المتحده هذا الاعلان وابلغ جميع الدول العربيه هذا الاعلان وابلغ من جميع المؤسسات الدوليه والاقليميه والداخليه وكل الاماكن وهذا اعلان بعده في بند واحد محور هذا الاتفاق كله تحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات العسكريه والامنيه الامنيه الإقليمية والدولية مع التأكيد على القضية الفلسطينية طبعا منش متبرئين من أو منش عن ننسحب من القضية القضية الأصلية اللي هي قضية فلسطين اللي نحن ملتزمين فيها حتى 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 الدم ولكن لبنان يجب أن يبقى قادرا على الالتزام بالقضية الفلسطينية ما نصيرش نحن نطلب ناس يلتزموا بقضيتنا رح تصير لبنان قضية طيب شو الفرق بين ظروف اليوم وظروف 69 يعني ب 31 تشرين الثاني توقع اتفاق القاهرة 1969 وتصار في كتير أحداث قبله بلبنان نعم. وفي يمكن 60% من الشعب أو أكثر ناصروا يعني الثورة وقالوا كيف الدولة بدها تقمع ما بعرف مين الفلسطينيين إذا تمددوا شو الفرق وقتها العميد ريمو قدي وقت قالوا له تفضل شارك على الحكومة قال له أنا ما بشارك بحكومة طبعا أنه أنا نايب ما بعرف شو اتفاق القاهرة اليوم هل الظروف هي ذاتها تقريبا بالمنطقة أنه الحياد ما عم يقدر يزبط بلبنان يعني اتفاق القاهرة كان نزع عن لبنان سيادته نعم يعني تصور انه الفلسطينيين والكامبات الفلسطينية اصبحت صارت مثبتة مواقع بالنفوذ نعم. مواقع النفوذ وسلطات امنية وسلطات ادارية وازاته نحن كنا طلاب بجامعة الحقوق ننزل على البرج نشوف بام العين جيبات السلطات الفلسطينية فيها عسكر حاملين بنادقهم وسائلهم بيعملوا عندوش كافي وبتجولوا ببيروت يعني هالأمن الذاتي هذا استوعب الأمن الوطني وحل محله لأنه يعني نفذوا هالأمن مسلحين بوجهي أنا المواطن الأعزل نعم. هلا تسألني الظروف ذاتها هلا في سلطات عسكرية بتجول بالبلد وأنا أعزل بس ما في مشكل بين اللبنانيين كتير منيح هلا المشكل هلا ما عاد فيه كان في مشكل هلا ما عاد فيه يمكن هلا افضل بدك تقول لي افضل انا بقول لك ايه افضل بس الافضل انه الدولي افضل شيء الدولي لانه اذا بدنا نضل نداوي بالمرهن وبالاسبرو وبالميركروكروم هذه ما يعني اشار انه انتظام العمل يبدا من انتخاب الرئيس يعني نعم طيب اليوم تعطيل الحكومة يعني كمان بتقول لي بدنا نداوي بالمرهن أو بغير شيء طيب اليوم بعد فيها المؤسسة الدستورية اللي ماشي اللي ممكن تسير أمور المواطنين لماذا لم تستطع هذه الحكومة تسيير خدمات اللبنانيين بغض النظر عن المشاكل السياسية شوف. وعم نشوف الرئيس سلام عم يجهد لما حتى استحق كان بمصر نعم. لما استحق انتخاب رئيس جمهورية نعم. وفشلت المواعيد حتى شغل المقام سقط المواعيد لما شغل المقام صار كل الفرقاء أباش بدهم تمشي الدولة أنا عم بحكي صراحة كل اللي عندهم المرشحين لا لا كل الفرقاء المسيحيين فريق كبير منهم ما بدهم يصير شيء بغياب رئيس الجمهورية والفريق الآخر أبدوش رئيس الجمهورية التقينا طيب المسيحيون مش مدركين طبعا مدركين بس بتقول المسيحيين تنازلوا خلاص انتوا اعتبروا انه بلا رئيس جمهورية لا يتفقوا على رئيس انا ماني عنقول انه جلسة مجلس النواب للتشريع الضروري مش لازم تصير لا لازم تصير ولازم يتفهم الموقف المسيحي يتفهم هذا الامر وهو يحضنه ويصابه وبالحكومة كذلك ولكن هذا هالموقف المسيحي هذا وحده ما راح يأمن هالقصة كلها لأنه في قرار آخر بعدم تمكين الحكومة من السير
وقرار آخر بعدم السماح بانتخابات الجمهورية. يعني هل 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 هالأحوال أو هال المواقع المضادة لبعضها البعض التقت في مكان واحد وعن تتفاعل سلبا، لا عن تمشي رئيس جمهورية ولا عن تمشي الحكومة ولا عن تمشي مجلس نواب. طب ليش ما عم نقدر نعين قائد جيش أو مدير مخابرات؟ قائد جيش لازم يتعين، لازم تعين، لأنه الحكومة بتقدر تعين قائد جيش. أقل مشكلة أقل تعين قائد. كيف؟ هلا المشكلة اللي عم بيقولوا إنه ما بجوز يتعين قائد جيش قبل نهاية قايلوا قبل نهاية ولاية قبل نهاية الحالة. نحن موافقين طبعا طبيعي هذا، ولكن أنا برأيي إنه ما لازم تخرج الحكومة من هالشرنقة اللي قاعدة فيها، إنه ما في التعيينات تعمل مشاكل والانتخاب بيعمل مشكل وكله بيعمل مشكل. يعني هذا البلد ما في يعمل شيء. قضينا هلا الحديث هلا 10-15 سنة بالتمديدات، تمديد ولاية مجلس النواب وتمديد المدير الفلاني وتمديد القائد الفلاني وتمديد كذا وتمديد كذا. دولة عن تعاني من الاهتراء عشو عم بيراموا من الشغور. يعني اليوم شفنا الرئيس بري متميز بالموقف عن التيار الوطني الحر وعن حزب الله. يعني اليوم بيقول انه ما معقول نعين حدا قبل ما تخلص او بعد ما تجي نهايه مهنة قائد الجيش على مهرجان قهوجي. هذا ممتاز، احتراما للقائد الموجود. نعم، واحتراما لعمل الجيش اللي عم واحتراما لعمل الجيش ولتضحياته. ولكن مع احترامي الكلي لقائد الجيش اللي ضحى ومبين انه زلمه ما عم بينام وجيشه منتشر في كل الجمهورية ولكل الأعمال من دون تسييس، بدون تسييس طبعا. هون على الجبهة وهون على منظم سير وهون عن يحرس موقفين. يعني الجيش الله يساعده والله يعطيه ألف عافية والله يحميه، ولكن بدنا سلطة وطنية تحمي الجيش، تحمي الجيش وتحميه بتجديد عهوده وتجديد قوته وتجديد قيادته. نحن منا مش ضروري انه يعينوا هلا يتفقوا حدا وبعدين يتفقوا وبعدين يعينوا، بس حتى بس يشيلوا يشيلوا هالعقده من التداول. يعني كل الناس اليوم بدهم يحكوا باي دجاج ونحن مع فلان لا مش مع فلان. يا اخي ما بيسوى هيك. طب كيف ممكن يدق مثلا اسم مدير المخابرات واسم قائد الجيش هيك بالاعلام؟ اليوم يعني حاطين بالصحف وقريته انه مدير المخابرات رح تخلص مدته وهودي المرشحين للمخابرات. اذا كان اخبار المخابرات بالصحف وبالتداول على التروتوار وما كان ما بقى في. طبعا مع احترامنا لفادي داوود ولا لشار نحن ما سمعنا لانه كله ممتازين. نعم. بس نحن بنقول كمخابرات عم بيحكي هذا التداول يجب ان يبقى ضمن المؤسسه العسكريه، مش يصفي موضوع شو عم نعمل انتخابات نحن. كيف ترى المخرج بموضوع الحكومه؟ هل يمكن انه يكون شهر رمضان شهر مرطب للاجواء ومن بعدها يرجعوا يستقبلوا؟ لك الحكومه والحمد لله انه على راسها رئيس حكومه ممتاز وطني كبير صبور خلوق حريص على قيمته العائلية والوطنية، حريص وعن يشتغل بأصله. بيقولوا نحن اللبنانيين زلمة بيشتغل بأصله، هذا اللي بيشتغل بأصله مثل تمام سلام هذا يؤدي كل اللبنانيين دون استثناء يؤدي له تحية. وأنا بعد صاحب سلام تمام سلام الله يطول بعمره هو اللي بيقدر هلا ضمن حكومته يستوعب هالمشاكل اللي ما لها طعمه فينتصر بالجمهوريه وينتصر بسلطه صحيحه تمكننا من تجاوز المحن. هل المستوى اذا الحكومه ما كانت بقياده تمام سلام وموحده وقادره على هذا الاجتياز المطلوب نحن يعني اجى الرجل المناسب بالوقت المناسب. طبعا. طب هل المستنكفون يعني يعولون على صبر الرئيس سلام؟ يعني يمكن ما بدهم يطيروا الحكومه ولكن هل يعولون على صبره حتى تستمر الحكومه؟ فين يعولوا على صبره؟
بس ما يعولوا على ضيق صدر. تمام سلام مطلوب منه واخذ على عهد على نفسه عهد انه ما بيتخلى عن مسؤوليته ما لم يحقق الشأن الوطني احسن تحقيق. كيف يعني تنظر الى ما يحصل في منطقة القلمون السوري من معارك وما حصل للطائفة الدرزية الكريمة في شمال سوريا وتأثرت فيها السويدة في المنطقة القريبة من الجولان ولبنان؟ هلا القلمون هذه منطقة نزاع ما رح تنتهي بكرة النزاع، لأنه ممر خاص لقوى المعارضة ولقوى النظام، هذا الممر متنازع عليه، ومستقبل سوريا القريب مش البعيد انها ما فين تكهن، مستقبل سوريا القريب انه راح يصير عندهم مثل ما صار عندنا بالماضي، الغربية والشرقية. نعم. وما بعرف وين منطقة تالتي وصلنا 180 ألف كيلومتر مربع نتقسموا أكثر بنعمل 10 مناطق نفوذ بوادي النصارى باللادقية وبالشام وبموقع الدروز فوق بالسويدة. وسوريا قبل ما أعلن استقلالها كانت 9 دويلات. نعم. 9 دويلات، وكان في دولة، كان في حكومة اسمها حكومة اللادقية سنة 36. كان في لواء الاسكندرون حكومة دمشق ودمشق، كان في اللادقية، كان في على العالي منطقة جبل الدروز إلى آخره. هلا بين ما خراب سوريا الحالي وتوحدها وعمرانها في المستقبل، ما بعرف ما هي الفترة الزمنية، نحن آخر 15 سنة عندنا، هن بعدهم بالخمس سنة. بس يقال اليوم إنه اجينا الطائف نحن بنهاية 15-16 سنة، بدنا ننتظر يجي طائف آخر، بس هون مش راضيين كلهم عن الطائف، يعني ما يشبه الطائف، يرجع يوحد سوريا ويرجع يعمل معها دولة وحدة ويضم هالكيانات اللي تفرعت واللي بلشت تنظم نفسها. استطرادا بالنسبة للطائف بال 89 يمكن في افريقيا ما بدهم الطائف، يعني يمكن يعني حتى بس كل مين له دوافعه، يعني حزب الله كان له دوافعه، العماد عون كان له دوافع انه ما بده يمكن صلاحيات او انه كمان حتى عن جدول الانسحاب السوري. رح نكمل بهالموضوع لكن بدنا ناخذ فاصل، مضطرين ناخذ فاصل اعلاني السجن. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، استاذ جان حواط نرحب فيك مرتين. السلام الله يخليك. يعني كنا عم نحكي عن سوريا وتاثيرات الخارج واليمن. نعم. لكن بالنسبه للطائف يعني هل نحن يعني وقت الطائف اللي كان له دوافع مثلا يمكن جهه حزب الله كانت ما بدها الطائف لدوافع معينه، العماد عون مشان الصلاحيات وجدولة الانسحاب السوري، ما بعد الطائف برايك هل لانه لم يطبق ام انه من الاساس ما في نيه لتطبيقه وتحييد لبنان عسكريا وامنيا عن صراعات الشرق الاوسط؟ هلا الطائف بدون شك ما اعطى نتيجه، اعطى نتيجه جزئيه جدا لمصلحه تبديل الصلاحيات والنفوذ. انتقلت صلاحيات رئيس الجمهوريه لمجلس الوزراء، وتعدلت مدة رئيس المجلس، بدل السنة صارت 4، وألغيت كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، بقي له رئيس الجمهورية بقي له حق التوقيع على القوانين والمراسيم والاتفاقات الخارجية ومنح الأوسمة. هلا اللي انعمل بالطائف كان عارفين انه راح ياخذوا صلاحيات الجمهوريه طول مجلس الوزراء وراح يوسعوا سلطه رئيس مجلس النواب، بس كانوا واعدين ايضا انه بقيه بنود الطائف سوف تنفذ وسوف ترخي على البلاد
استتباب سياسي. استتباب الأمور والنجاحات السياسية والإنماء لا سيما والغير الاستقرار السياسي. الانتخاب لمركزية. النزاهة والنظافة الإدارية. ما تنفذ الطائف، ما نعمل شيء. بس اللي تبينوا أستاذ جان إنه قبل ال 75 إذا كان الناس عم تقول بدها إصلاحات، طب وعم بيقولوا يعني نحن ما عم نتقدم لأنه ما بعرف شو وبدنا ناخذ بالحكم وبكذا، بعض الطائف اللي استلم الحكم مين ما كان استلم الحكم بين انه لا منه لاقم بالنظام السياسي اللي كان سائد. لا نظام سياسي ممتاز، نظام سياسي ممتاز. هلا انتقال بعض الصلاحيات من جهه لجهه ما بتغير بالنظام، النظام هو نظام ديمقراطي ونظام عداله اجتماعيه ونظام، انما الثقافه الدولتيه رجعت لورا. هذا النظام اللي كان مزمعين انه من وراء الطائف بدهم يفعلوه ويعملوا اصلاح اداري كبير ويرخوا النزاهه والنظافه ونخلص من سياسه التزوير والتسيير والكذا، لازم نخلص منها وما خلصنا. طيب بخضم هذه التطورات نرجع للاقليم للمنطقه، هل هناك خوف على التركيبه اللبنانيه او على النظام اللبناني كدوله او كنفوذ داخل الدوله، ام انه اللي بده يصير بدنا نضل ناطرين اللي بده يصير بسوريا، اللي بده يصير بالعراق، اللي بده يصير باليمن؟ ما هذا اللي عم نقوله، انه اللبنانيين بلشوا يقتنعوا انه هن ما منهم اداه انه الناس تكون قاعده الدوله صحيحه على ارضهم وهن ابناء هذه الدوله. هلا صاروا كانه ناطرين شو بده يصير بسوريا وشو بده كيف بدها تنتهي قصه العراق وكيف بدها تنتهي قصص اخرى تا يشوفوا شو بيبقى لهم تا يركبوا ما تيسر في داخل الخيمه على لبنان. بعدها موجوده بعدها، لانه اذا شفنا اقليات بسوريا او بالعراق شفنا تهددت، وحتى يعني حفيظه النائب وليد جنبلاط والمير طلال ارسلان ووئام وهاب كلهم يعني شفنا انه حسوا بالسخن في حرب على طريقته، ولكن يعني الاقليات بلبنان بالمنطقه، لبنان هو مجموعه اقليات ولكن في اقليه اكثر من غيرها. هل يعني في خطر على التركيبه اللبنانيه؟ هالحميه اللي عم تسال عنها مش ميسر امر وجودها، لانه الاقليه اللي عم تحكي عنها من قسمه على ذاتها ومن قسمه بشكل انه ما في شيء بتصلح. ليش؟ لانه الخطه الاولى والثانيه باتجاهين مختلفين. يعني المسيحيين بالرغم من هل هذه مظهر بالرغم من مظهر الحوار الحاصل بيناتهم تبين بنهايه هذا الحوار او قبل ما ينتهي هذا الحوار انه هذا حوار كان كاشف النوايا اكثر منه موحد الرغبات والأمانة. طيب ورقة كشف النيات نعم. بين العمومية والقوات برأيك هل هي ممكن كمان تكون واقع إذا صار في تطورات كبرى على سبيل اللي حكينا عنه بالمنطقة؟ ورقة كشف النيات ما أكدت أنه وحدوا الرأي، ما بيكفي كشف النيات. كشف النيات نحن قبل ما انكشفت النيات كنا نقدر نحذر شو النيات عند اليمين وعند اليسار، بس ما بترحرح الجو. ولكن اللي كان بده يريح الرأي العام هو القرار الموحد، هذا ما اجى او الذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية. صح، نحن او كعامة اللبنانيين بيتمنوا انه يروحوا ينتخبوا رئيس جمهورية، ينزلوا على مجلس النواب من دون ما يقولون على شو اتفقوا. نعم، يقولوا اتفقنا على انتخاب رئيس جمهورية، ينزلوا على مجلس النواب ومن ما طلع تحت رئيس جمهورية كل اللبنانيين بدهم يزقفوا وقولوا هذا رئيس الجمهورية اللبنانية. طيب اليوم في جنوب سوريا تعثر، دمستورة كان بسوريا رجع من طريق مثل الطريق اللي رجع فيها، رجع على بيروت ومن بيروت غادر إلى جنوب لإجراء اتصالات وسوف يعود إلى المنطقة بمنتصف تموز. طيب اليوم هل يعني طبعا ثائبة شهر رمضان، هل يعني جنوب باتت تشبه
مثل ما نحن بنفهم الطائف مثلا، انه ممكن يكون في مثل ما عم بيقولوا جنيف سوري، جنيف يمني طبعا. انه وهل الوقت يعني هل قد قصير بعد اشهر شهرين ثلاثه لتنحل القضايا، ام انه بعد ما ننطر كثير؟ بعتقد انا قضيه سوريه يعني يبلشوا يحطوا له توافق دولي. الامريكان والروس صار بعتقد حسب شويه معلومات وشويه اطلاعات حكيم بالموضوع اكثر من مره ومتفقين، وربما المندوب دوميستورا على اتصال بالنظام وبالمعارضه في ان واحد وكلهم مدعوين على جنيف لسبب القضيه يسمى دوميستورا الابراهيمي مثل اخذ الابراهيمي. يمكن هلا سوريا مش معدل لاسقاط بشار الاسد مثل ما عم بيحكوا، معدل التفاهم على يعني بده يكون في كيان دولي على موجود على توزيع مؤقت للنفوذ، توزيع النفوذ من اجل مثل ما قالوا بالماضي انه الطائف منوش انجيل ولا قران، الطائف بيتعادى بس سوي بالكم هذا الطائف بده يوقف النار، وقف النار عنا كثر خير. هلا يمكن بكره جنيف اللي بده يتعاطى بالشأن السوري بده يوقف النار. خير يا اخي كل واحد منطقة نفوذ ونشوف بعدين. نحن من بعد ما اخذوا كل واحد منطقة نفوذ رجع توحد البلد على امل انه يتنفذ الطائف وما تنفذ. هلا يمكن بسوريا يوقفوا النار. شفنا وزير الخارجية التركية يعني زار القيادة السعودية، واليوم ولي العهد السعودي وزير الدفاع موجود بموسكو، يعني هذا الحراك هل يمكن التعويل على دور روسي لتسهيل الامور بين الافرقاء وتسهيل اذا بدنا نسميها الخطه او تصحيح موازين الخطه القائمه بالمنطقه لتغيير نفوذ سايكس بيكو السابق؟ لانه اليمن فاتت على خط طبعا بشكل واسع انه دخل العنصر اليمني على خط التسويه توسعت صار في هلا النفوذ الدولي هو بمنطقه الخليج المنطقة العربية، نفوذ الدولي هو كشف تناقضات في اليمن بشكل كبير، وكشف توجه الحوثي نحو إيران، كما كشف الشأن المضاد تماما لدى بقية قوى والتوجه نحو السعودية ومنطقة الخليج. وهي الحالة حالة تفجر، وبالفعل انفجرت. نعم. ومين ساعد على التفجير؟ الفريقين اللي ساعدوا الفرقاء اليمنيين. يعني قبل كانت السعودية كانت هي الناس ساعدوا حسين، الناس ساعدوا اليمنيين. نعم. الآخرين. ولكن بدون شك أنه اليمن كما ستوزع مناطق نفوذ في منطقة بدها تكون تحت سلطة ونفوذ، مش كما نقول سلطة، تحت نفوذ القيادة العربية بدءا من السعودية والكويت ومنطقة الخليج، ومنطقة بدها كمان تتبع نفوذ إيران ونفوذ المناطق الشيعية والشيعية بالتحديد، لانه هيدي حتكون سنيه وهيدي شيء. يعني ايران قدرت يعني حتى الدفرسوار اللي عملته بالحوثيين انه سيطر على معظم اليمن، ايران لو اذا انكفئت رح تنكفئ الى الثلث، يعني نجح انه رجعت اخذت نفوذ. الخطه اللي نجحت هي خطه الايرانيين. نعم. لانه فاتوا رحبوا جوا. كيف تنظر مصر الى هذا التطور؟ لانه مصر عم بيكون في لها اتصالات حريصة. السعوديه عم تقول مصر تقدر تكون لها عامل مساعد بسوريا وعامل مساعد باليمن، كيف مصر تتحرك في هذا الاطار؟ مصر شفنا الرئيس سلام بحث بكل المواضيع بمصر، وطبعا مصر تستقطب العالم العربي كله لانه دوره كبير، ولانه السلطه فيها هالفتره سلطه عاليه قدر محترمه. نعم. ومصدر توصل من مختلف حتى اكبر دوله من ناحيه العدد الشعب بالمنطقه، توصل من معظم السياسات الدوليه، من الامريكان همتهم كثير مصر، الروس همتهم كثير مصر، والاوروبيين همتهم كثير مصر، اعادوا الى مصر دور القيادي العربي. ولو بقيت مناطق النفوذ الاخرى موجوده السعودية والخليج والإيران،
إنما رح ترجع مصر اللي هي كانت في الماضي تخيم على هذا العالم العربي كله. بس ما بتلاقي إنه إسرائيل عم تجرب تلهي مصر بطريقة أو بأخرى بما يحصل بسيناء؟ بدون شك، بدون شك، لأنه الإخوان المسلمين هن عم يعطوا هالرغبة عند إسرائيل وعند غير إسرائيل، عم يعطوا الرغبة لإعاقة النظام ولمنعه من التطور بسرعة. بس بدون شك إنه عامل مسهل إنه مصر قادرة إنها تضبط الأوضاع لديها وقادرة إنها تقوم بدورة. ومصر ما فينا ننكر عنها، مصر دولة كبرى وحضارة كبرى ونظام كبير من بعد الملكية. بعد معنا، كيف تعلق على دخول مستوطنين، يعني قطيع من المستوطنين اليهود إلى كنيسة وإحراقها بمنطقة طبرية وحير الطبرية؟ يعني كشفوا عن نفسهم يعني بالنتيجة إنه العامل المخرب هذا إيه؟ عم تخوف الأقلية. سيد جان حواط، نحن نشكرك من تلفزيون. شكرا. مشاهدينا الكرام، نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الأخبار.